محمود لي وحالي لأهلي آ رسول الله أذاب قلبي والجسم الحالة آ رسول الله من وزاري عقلي مشغول رسول الله ذاق صدري مضحي نهيم واحمد عن وزري حمول شلا يتعالى أمن هذا الحبل يا الماعي يضحك رسول الله جيب قاسد من وين تجيل طيب يوم البعد عيني غرقي على محبوبي سيرة النور هاشمي
الغبار هز مريح السبيل وذبح
I'm
صغير ذهب من درس دنيا والسعودين زهرة وزهاري لألا فاطمة الزهراء الظاهرة من الأمن الظاهر أنا فيها إلى النوم فيها
على هذا النغم وهذه الوصلات الشعبيه اللي متع بها الحضور ومتع بها الجمهور اللي راح حاضر معنا اليوم. ما ننسى دائما نشكر كل السلطات المحليه اللي حاضره معنا واللي باذن الله تحضر معنا. ما ننساش نحيي كل احباب الاغنيه الشعبيه لولايه مستعانه وايضا للولايات المجاوره من شلافه غليزان معسكر ارزي وكل البلديات التابعه لهذه الولايات. ونشكر ايضا الزواقين والعائلات ايضا اللي هي حاضره معنا اليوم. اذا مادام ان العائلات راهم حاضرين معنا يعطونا زهروته نساء حرائر الجزائر، يعطونا زهروته حرائر الجزائر. نعم هي هكذا هي الزغروته المصغاليه وهكذا هم حرائر الجزائر. هكذا اليوم اردنا ان نفتتح الافتتاح الرسمي بمناسبه ذكرى عاشوراء، ان نفتتح ليالي الشعبي بولايه مستغانم، ليالي مستغانم، ليالي الشعبي، ليالي مستغانم لاغنيه الشعبي. اردنا هكذا ان تنطلق من هذا المكان الطاهر ومن الزاويه العلويه التي احتضنت هذه التظاهرة واحتضنت الانطلاقة الرسمية لليالي الشعبي لحيد جديد. ليالي الشعبي اللي أردناها هذه أن تكون تبرك بشيوخ هذه المنطقة وعلى رأسهم الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي رحمه الله، وأيضا الشيخ سيدي عدة بن تونس، والشيخ سيدي مهدي بن تونس، وأيضا كل شيوخ الزوايا بمستعانا سيدي قدور بن سليمان وسيدي حمو الشيخ رحمهم الله، الشيخ سيدي قدور بن سليمان والشيخ سيدي حمو الشيخ سيدي محمد بن حبيب البوزيدي مؤسس الزاوية البوزيدية. إذن هكذا أرادت الزاوية العلوية إلا أن تحتضن وتتشرف ويكون لها الشرف في احتضان هذه الفعاليات وهذه التظاهرة وهذه الانطلاقة، انطلاقة تنظيم ليالي الشعبي من هذا المكان ومن هذا الحي. إذن ما ننساش باش نشكروا كل المقاديم الزوايا اللي راهم حاضرين معنا، المقدم أيضا بن عودة، مقدم بن عودة بن تونس، مقدم الزاوية العلوية، أيضا محمد بن عطية مقدم طريح سيدي الأخضر بن خلوف، وأيضا الشيخ سيدي صادق بن إسماعيل مقدم طريح سيدي بن قاسم بوعسلية بن زغران. نشكرهم على حضور اجتياحهم واللي راهم حاضرين معنا إلى غاية الساعة. الآن يتقدم الأخ الحاج بن دنيا نائب رئيس أحزاب الأغنية الشعبية لمدينة مستغانم، هو حفيد الشيخ الحاج بن دنيا شاعر المنطقة، شاعر مستغانم الكثير الحاج بن دنيا، وكما يقول لك وذلك الشبل من ذلك الأسد، فهذا الشبل والحاج بن دنيا يحمل نفس الجد نتاعو اللي هو الحاج بن دنيا الشاعر الكبير، وهكذا هو كما قلت ذلك الشبل الحاج بن دنيا من ذلك الاسد الشيخ بن دنيا الشاعر الكبير نائب رئيس احباب الاغنيه الشعبيه لمدينه مستغانم، فليتفضل في هذه الكريمه. السلام عليكم. يعني شوفي حاجه جابوكم مستغانم العراق، واليوم انا تحيا مستغانم وعيش الشعب تاع مستغانم. اليوم رانا في تيجدي، كي تي تيجدي دي مستغانم وكافي بوبليا دو مستغانم. الحاجه اللي تفخرني اليوم غادي نشوف انا في الزاويه العلويه
وعشية. في الزاوية العالمية اليوم. إلا في إنزين. ونحيي مقدم نسيج أخضر بالخلوق شيب عطية. ونحيي الشعب مقدم الأجزاء العالمية بنونا. والحسن أبو إسماعيل اللي طولنا اليوم وجا اليوم عنا وراه في الزاوية العالمية. الله يطول عمرك. وبالله وبن الزاوية سيدي مراد. الله يطول في عمرك. هذه الليلة اليوم ليلة تاعكم. واليوم جديد. هاي كيما البارح كيما اللي صار لي 50 اللي صار لي صار لي جدودنا اللي كانوا يديروها في جديد اليوم راهي هنا. راهي هنا في طنطقة فانا في حاجة هذا في جديد. اليوم في الذكرى هذا في الذكرى هذه رحموا على الشيخ الحاج بالدنيا جدي ورحموا على الحاج عبد الله بالدنيا الله يحفظهم ويسع عليهم اللي كبرونا وعلمونا وتقنا من الشعبي وتقنا من الاصيل وتقنا من الصوفيه وتقنا احنا فقيرين تزيد العلويه وراه يطول العمر الحاج قدر بالدنيا ابن الحاج بالدنيا اليوم بارك الله فيكم وان شاء الله تكون لينا في كل عام كيما هذه ولا بليز. ميرسي مستقبلا. شكرا شكرا للحاج بالدنيا نائب رئيس احباب الاغنيه الشعبيه لمدينه مستغانم وكل اعضاء احباب الاغنيه الشعبيه لمدينة مستغانم على رأسهم سي كاكي بن تحمان اللي راه حاضر معنا وراه يشرف على تصوير هذا الحفل الكريم وهذه مناسبة دينية أيضا مصابر بخروبة مصطفى بخروبة وأيضا نعليم بخروبة وكل المشرفين على هذه على تنظيم هذه السهرة الشعبية وهذا الحفل الكريم. ايضا ما ننساش نحيي نقدم الحاج بقاسم بالملحة لي ايضا يشرف رفقة الشيخ الصادق الحاج صادق صادق اسماعيل على طريق سيدي بقاسم بوعسيبي بزغران. الان نترككم مع وصلة اخرى غنائية ودائما ضمن هذه الوصلات الشعبية والحوزية. عبد الرحمن نترحموا عليه عبد الرحمن ونترحموا على كل الفنانين وكل الشخصيات التي فقدناهم في هذه المناسبة وهذه الأيام الأخيرة كنا فقدنا أيضا مصطفى بخضرة اللي كان أيضا مع أعضاء الجو وكان يحضر معنا في إحياء ليالي الشعبي ليالي مستغانم للأغنية الشعبي سي مصطفى بخروبة واللي فقدناه مصطفى بخضرة رفقة الابن تاعه رضا بخضرة اللي فقدناهم خلال أو قبل خروج شهر رمضان وأيضا كل الفنانين نترحموا عليهم بهذه المناسبة هذه. الآن خليكم قلت مع هذه الوصلة الشعبية والحوزية مع الفنان خالد مزواغي خريج هذه الزاوية الزاوية العلوية ومسمى في الزاوية العلوية وأيضا عضو من أعضاء أحباب الأغنية الشعبية لمدينة مستغانم ولا زال يتلقى دروسه الأولية والموسيقى في الأغنية الشعبية وفي الموسيقى الشعبية. خلونا الآن مع الفنان